كان سفر ودن كتبت سايان شراء لكن سو حي سو قاعد يور ان ادي هذا قلنا حي وان ادي هذا عم بارين يوم قفك لدليه ولا بدا قف بس سدح لقف اي دليه ايغو ان دحيا وحان لها هاي ارنجا سو ارن هذا فول حن ارن اب ويل وان ادي هذا عم بارين يوم وحنا دك وشيغي يا اسلي ان انا قويس كليه وسكنا حي قويس كليه وشيغان كرو سوماليو نمبا دكان جب كيك شيغ مجعليه نينا انت توك شكو حكونا دو بدي لقعان كو ديقلاها نينك نحرتي انا قو نحري نينك حكونا نحري معنا مارك ادو نحري وأكتين مكتا محكمة دو غيب بدن لذا قرينا لذا هاي قرينا دو ذا يو حرالية دو ذا يو نمانكي إنهم قدودنا أنا قو كلا سنة وفيرنا واحد دو دي نمانكي مركونا هاي أدقى توقع شاكو حكومتا أبنى وحكو حكومتا هاي حفسي أن دان انتو شاعتك أنا قجفتو هاي بختي قصد إيه كنتين ماشا مر لهذا إيه داود يال وحندوريا إن لبضع الشيكو هاد أركي سيد إن أمبران بشكن عن كلو ذاو مد وحاوي ويوسف حسن اللي بقى خلاص ودورت كم كونجي حفظ ده إسلي سمارة ده كده دكتور دلك كده مقالة نيروبي هذا الكيسة أو كوسا حسن بعد يوم ما نقول دم بيجي سكي وقار سنة يا بس كا شكو دي بعتيني وده هذا دلك كده كارهان مقالة نيروبي كارهان حفظ ده إسلي رامج كاس وفقد دونا كان كمان وحاوي نكي ها شوته oo ku taqaanay ma taqaanay hebel dirtoogu shaqo xukun ku xukun soo raha wuxuu ilaada ka hor mar oo asaga laftiisa la hebel dirtoogu shaqo ku xukumay oo ninkii ku soo noqday iyagi xabsi uu galiyay barnaamij kaas insha Allah yaa faragay doona akii mar kore aan ku bilowno maxaa ka socday dalka Kenya gar ahaan magaalada Nairobi xafada Islii xilliga kaas hadda hadlay ويوسف حسن وذكرنا السام يعني عام وذكر أدوية قانوني حافظة إسلي ومرتين جنيسة سماري آد قطرة بطن أي على صدورها حل باكا وأنا سدح تامبا على صدورتي وهذا ما كان أقول لو تامبا عادي وشري يمر استقام مثلا ناي لذي باتي وانتي لغا شرطي كدي وصوع الشري oo lugu dhibaatay xitaa ku dhaawacmay xilliga uu ku hadlay shaqaaqay dhibaato dhalinyar ee maamul u dambeeyay xafad Islii ay ka wadeen dhalinyaradaasi wax laga soo gudbay oo xilliga hadda aysan ku habooneyn ayay baraha bulshada mataan ka wadeen TikTok dhibaato far badan buu noo keenay oo ku saabsan qabyaalad iyo wax mataan qurun ah oo soconaynin uu inoo keenay Soomaali markii la yiraahdo gabi ahaanteedba waa hal qoys waxaan qoys markii Soomaaliya dhaqo xaqiiqda ma lahad waxaan hooseeyay waxaan iska dhaan hal qoys Soomaaliya kan jiraado adduunka kan markii aad tagto ama Soomaaliya dhaqo ama Soomaaliya baa ka hoow ama Buddha dhaqo ama baa ka hoow ama Itoobiya ma ka tirsanow ama Kenya ka tirsanow indhaha ma luusaar Soomaaliya Soomaaliya bas ee ku dhaafta ma tan ma taas ay tahay markaa qabyaalad baa ka socotay maamul dambe baraha bulshada gacan qaad baa ka socday dil baa ka socday xaalada adag baa ma taqaan ka tagna xafada oo dhalinyar social media isticmaal gaar ahaan TikTok ay wadeen xildhibaan wuxuu sheegay in xafada la wada degan yahay xilligan dhibaato iyo qayr aan loo baahnayn horta sidi sabab faraaraha iyo wuxuu ahaa wanaagga aadamku uga daran xafada Islii ana waxaan soo joogay muddo dheer kan joogay xilliga iyada ah kala duwan soo maray xilli waxaa jirtay askarta Kenya ay gudwo bay tagnaayeen oo loo jeedkay bixin meel aad kirin xilliga uu heystay Kibaki iyo Moi labadooda dadka aad ugu dhibanayeen xafad isla xilligaas lafteeda waxaa jiray nimanyada Mugiki oo madow ahaa oo dadka leen jiray oo habeen imaanin meydkan iyo dhaawac iyo waa زيد بها أذ بعضك اللوليتر إذا اللوليتر بقيش لقيس هو تجمر حلت كلا واحد سواء كان الصومالي ممكن سواء بتين إذا غير لي ناس سوبر باور يجن أبل لو ذل أو إذا لفت التوه هذا التلفون كده يشتري دين تشرين
ويحضر على قصتك حافظوا أمان من اللي يروحها خير الله سي عم رشيد يعني تقي ما عليه وكل شيء فيه حافظ ويدكتي أمان بين قطي وعسكر أكيد ميسي واحد يبغى تعب مرة هبينك حل اللي قاعد ضمنته يا ذوي الإسلام ساسو أي تقدر يربع منك حبي الله بين مركب إن براها بوشرة كعين أنا قاعد أسكر ما مشن يقول مرة هي و ومشن وحاول ووطن إلى هذا كينيا ولا بدك تشوف أحد ولا بدك كينيا هلوك على بطن هذا وسح هلوك على بطن هاي دي جنابك اللي يرادو لكن ما إلا بدك تشوف وتراس الدوي هاي ويدو لكن أنت بقى مثلا كذا فار ولا كسر هذا لكن ما أبغى شنو جري جيبه أنت سعرتك كذا هذا لا يرتفع كسر ما أنا ماشي وحالي وسعر هذا ولا بطن ما يستعجل ما كان يسوى كهذا وغير وحافظ ولا بدك كينيا هاي عدت إنه دقيقة أمنية هيرجع لينا وأنا صح ورأني على الصمت كاس وهذا كيس وحسن يحفظ ليه كسر دم الله جرال شوته من كذا جرال سير شوته ويحكي شيء كشيء كه عجيبة وحجري حلي الشيخ شريف وواجس مثلا دول ما وعسبين عبد يوسف دواء وبيدين حلي يسوي وشوف المحكمة وكيل الله ديرني مقاومة مثلا صعبة حضي مقارنة مقدش شو تقال بكرة شو تقول هيدا أو تبيك وتشوفي مركا شريف بكرة دورتك يتبيك على صاري حال غير أدق أو عيدك وصل اللي يصير حد عيدك أو عش في عالبي يصير مري عرس أو حتى اسمع عيدا سخو توصل ما ترى متشي ما كنت عيد محكمة ترى ما كاس يعني سنة أنا جو في باش لو عصبت أو دي صبا ما ترى يعني هرو وحن وحن وعصبها إنما نندري وحالي نكى نكى دري بقى صوتي الله كيان وحالي خوري اللي بودي الله كيان خوري بقى سين الله كيان أريد تمرك وحالي قطير نكى أنا جن ودي تليعها ين وخوري من بسكر حابي هوشم مركع واحد كل ما يجيب الدك دل دوشة كان سجس سنة كان شان سنة مركع نكى عن حكومة يعني تو استعجل وخوري قاطي لي هرت فريست تلاقي كلام ما أنت موحى واحد بيحكى واحد آخر منا ما نكي أن كل حكومة دلته وشلا أيه خروج السير وحيد إلى عالم ما كان إن لله بكاسة الحويد حاق وأنا أتكلم وعسى منا جلوين نورك وين رجلي هدين أتكون حكومة دلته وشلا وتري نبغي دري هلا دلو وهذا اللي تقول نور دبل إليها إلى عالم وكانت حالة محالة سهلة ما تخانق معي ما كان حالة هذا ألق مثلا يكش الكيدي هني بدأ حالي شوت محكمة أنا بدأ لي ربط مثلا يوتشوجا وحياة كرا وفرا بدنا ويكسر مريض ويكش الكيدي حتى أنا سعي صحيح بعدين تقول إذا حني وهذا كوردي الجستي أنا سعي أودري ويريح أودري لأن كل في مثلا هاي مش هو جستي ساعتين مثلا ما فيه على كل حال أنت سامع مستقبل الله سبحانه وتعالى لو ده جو مغاك لو ده